بسم الله الرحمن الرحيم. درس الرياضيات الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999,999، وهو أكبر عدد مكون من 6 أرقام. لقراءة عدد مكون من 6 أرقام استعين بجدول العد. لدينا فصل الوحدات البسيطة نجد فيه وحدات عشرات مئات، فصل الآلاف ونجد فيه وحدات الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف. إذا هذا العدد الذي في الجدول نريد أن نقرأه، نبدأ من اليسار ونقرأ حسب الفصول. فصل الآلاف أقرأ 764,000، 764 ماذا؟ 1000، 764,000 و 365. كتابة حرفية 764,000 و 365. بالنسبة ل 700 تكتب هكذا متصلة أو منفصلة، أيضا 300 تكتب متصلة هكذا أو منفصلة. هذا العدد مكون من 6 أرقام، رقم وحداته 5، رقم عشراته 7، رقم مئاته 3، عدد عشرات الآلاف 76، عدد وحدات الآلاف 764، عدد المئات 7,643، عدد العشرات 76,437، عدد الوحدات نقرأ العدد بأكمله وهو 764,375. الآن نريد أن نفكك هذا العدد. هناك التفكيك الجمعي والتفكيك المختاري. التفكيك الجمعي هكذا من اليمين أو من اليسار، 5 + 70، لأن 17 تساوي 70، 300 تساوي 300 وهكذا. فنكتب 5 + 70 + 300 + 4,000 + 60,000 + 700,000، أو من اليسار 700,000 + 60,000 + 4,000 + 300 + 70 + 5. أما التفكيك المختار فلدينا 100,000، فأضرب 7 في 100,000 بين قوسين زائد 6 في 10,000 بين قوسين زائد 4 في 1000 بين قوسين زائد 3 في 100 بين قوسين زائد 7 في 10 بين قوسين زائد 5 في 1 بين قوسين. وخمسة في واحد نكتبها 5 فقط، وهذا هو التفكيك الجمعي. قلنا 764,375. لاحظوا واحد الفراغ، يعني فصل الوحدات البسيطة فصل الآلاف، وحدات عشرات مئات الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف، يعني 700,000. يعني أكتب 7 وأحسب 1 2 3 4 5 أصفار، زائد 6 1 2 3 4 4 أصفار، وهكذا أكتب 4 1 2 3 3 أصفار، زائد أكتب 3 0، زائد أكتب 7 0 + 5، لا شيء. هذا تفكيك جمعي. الآن سنتعرف على التفكيك المفترض. مفترض يعني فيه أقواس وجمع وضرب. أما بالنسبة للتفكيك المفترض لدينا، قلنا رقم 100,000 7 فنضرب 100,000 × 7، زائد رقم 10,000 6 فنضرب 6 × 10,000، رقم الآلاف 4 رقم وحدات الآلاف 4 فأضرب 4 في 1000، رقم المئات 3 فأضرب 3 في 100، رقم العشرات 7 أضرب 7 في 10، ولا أنسى الرمز الزائد بينهما زائد 5 وحدات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.